السلام عليكم ورحمة الله. يا ما نمت بهذا المكان شوفونه وهذا فراشي، فماكو شي يجي بالسهل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدي نشوفكم اليوم. عدنا شروات الخواتم. أول شي عدنا الخاتم الرجالي. اليوم عدنا الخواتم كلها بنفس السعر، أي خاتم بأربعين سنت، أي خاتم بأربعين سنت شحن وجمارك مجانا، تختار بكيفك رجالي نسائي أي شي. هسه هذا عدنا أول شي الرجالي، مثل ما تشوفون خاتم كلش حلو. طبعا هذا مو شذر حقيقية، مجرد بلاستيك أو زجاج ما أعرف. كل الخواتم اللي عندنا اليوم بأربعين سنت القطعة وشحن مجانا، أقل كمية 100 قطعة، يعني 100 خاتم ب$40 واصل لبلدك صافي. تريد تختار فقط رجالي، تريد فقط نسائي، تريد مختلط، كل شيء موجود. هاي العلبة مثل ما تشوفون نسائي، هذه فقط نسائي، كله مصنوع من الزنك، زنك معدن غير قابل للصدأ، يعني ما يزنجر على قولتهن. هذا هنا أيضا نسائي مثل ما تشوفون، موديلات كلش جميلة وتقدر تربح بيها خير من الله، يعني مشروع صغير ومربح، تقدر تبسط بيه بسطية بباب مول بباب سوق، بكل مكان تقدر تبيع الخواتم، على الطالبات على الطلاب باب الجامعة، الشغل ما بيعب، بس انت تقول يا الله تتوكل بالله تقدر تشتغل. مشروع الاكسسوارات والخواتم والقلادة اللي عرضت لكم اياها قبل شوية كلها متوفرة عندنا، مشاريع رخيصة وصغيرة ما يحتاج لها راس مال كبير. شوفوا الموديلات شلون حلوة. هذا نسائي، اول شيء طلعنا لكم اياه رجالي. وبعد عندنا انواع، بعد عندنا انواع هواية، كلش هواية عندي خواتم اني. مثل ما تشوفون تجي بعلب مرتبة 100 قطعة ب$40 شحن وجمارك مجانا، يعني يطلع لك ب40 سنت فقط، يعني يمكن بالعراقي 500 دينار او 600 دينار. شوفون هاي الخواتم، هذا رجالي، هذا رجالي، هذا ينباع ب4000 5000، يعني خلينا نقول ب$4 $5. هسه انت حتى لو تبيعه بالدولارين ب$3 انت مستفاد خير من الله. هذا موديلات بس رجالي، الاول رجالي، الثاني نسائي، هذا رجالي. يجيك مختلط موديلات، العلبه الوحده تجيك مختلط بها موديلات، كلها مغلف بعلبه. هذا ايضا رجالي مثل ما تشوفون، بضاعة كلش حلوة، مشروع رخيص وما يأثر عليك، يعني اجمع لك حتى إذا ما عندك شوية منا اجمع لك $40 $80، اشتري لك بيها وجبة خواتم واستفتح وابدي تجارتك، والله يوفقك إن شاء الله. أكثر الناس أنا دائما أشجعكم على المشاريع الصغيرة، وهواي يجوني ناس يريد مشروع $50 $100، جوز بعض الناس يضحكون عليكم، لا أنا أخدمكم ما أضحك عليكم، من حقك تبدي $50 $100 ماكو مشكلة، أنت لازم تبدي على مود تتوفق إن شاء الله، وعلى الله توكلنا.